يشتبه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي هلا سألوا، باسمكم جميعا مع أصحاب الفضيلة والمشايخ الكرام للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. وأرحب بارغ الترحيب بضيفي الفاضل الأستاذ وشيخ موسى إسماعيل، فأهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم حياكم الله. كما أرحب كذلك بفضيلة الدكتور محمد إدير مشنان معنا وبيننا في هذا اللقاء. دكتور مرحبا. شكرا أستاذ محمد، الله يبارك حياك. أيها الأحباب الكرام، نتلقى الأسئلة والاستفسارات إن شاء الله تعالى بعد بيان موضوع هذا اللقاء. ذم الإسراف جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية واحدة من آيات كثيرة جاءت في ذم الإسراف، وكما يعرفه أهل اللغة هو مجاوزة الحد. ولنا وقفة أيها الأحباب الكرام في لقائنا هذا مع المشايخ الكرام لبيان هذا الموضوع، فنحن مقبلون على شهر كريم عظيم، هذا الموسم موسم رمضان، يقبل الناس فيه على اقتناء لوازم وشراء أشياء كثيرة والكثيرة، منهم من يقتصد ومنهم من يجاوز الحد، ولنا وقفة دكتور لهذا الموضوع لهذه المناسبة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة لموضوع الإسراف وعكسه حسن التدبير أو الاقتصاد، لأن أن يكون الإنسان مسرفا معنى خرج عن الحد المطلوب، مطلوب شرعا أولا ومطلوب عرفا ثانيا، لأن الإسراف مذموم من الناحية الشرعية وغير محمود حتى في عند الناس. لذلك نجد القرآن الكريم نهى عن الإسراف وأمر باجتنابه: ولا تسرف ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن الإسراف منهي عنه، والتوسط هو المطلوب شرعا، التوسط هو المطلوب شرعا كما جاء ذلك في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان أو آيات أخرى التي جاءت تأمر بأن نتوسط في الإنفاق. وقد قالوا: لا خير في الصرف ولا صرف في الخير. لا خير في الصرف لأن الإسراف منهي عنه ومذموم، إلا إذا كان الإنسان كان إسرافه في الخير فهذا يخضع إلى تنافس الناس وأعمال الناس، هذا مقام محمود يعني، مقام محمود، والناس يتفاوتون في ذلك. لهذا جاء أبو بكر بماله كله وقبله عليه الصلاة والسلام، وجاءه عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقبله منه عليه الصلاة والسلام، وجاءه سعد بن أبي وقاص بماله ورده عليه ثم قبل منه الثلث. فالناس يتفاوتون في لأن حاجات الناس وإلى آخره تختلف. إذن هذا الإسراف في ماذا يكون؟ نتكلم عن الإسراف في المآكل والمشارب، يعني في الأكل والشرب، لأن هذو اليامات، وحتى في اللباس. نعم.
اللباس لأنه يشمل هذا الموضوع يشمل لا يعني هذو اليامات نعم لأن الناس رأي تتهافت على ملابس العيد ونحن لم نصم رمضان بعد وتهافت كبير على المواد الغذائية ومقتنيات أدوات المطبخ بشكل عجيب نعم كأن رمضان جعل للطعام لا للصيام وكأننا سنتقرب إلى الله تعالى ب يعني مختلف الوجبات وليس نستعد أننا نتقرب إليه بالطاعات وهذا خلل يعني بحقيقة خلل في منظومتنا لذلك نقول لا مانع من أن يستعد الإنسان قبل رمضان حتى يوفر الجو ويوفر الوقت حتى لا يجد نفسه يجري في الأسواق خلال رمضان كذا يستعد بما هو مطلوب لكن من غير مبالغة الشيء المذموم هو المبالغة احنا نعرف في قانون التجارة بأن هناك قانون جعله الله تعالى في الأسواق وهو قانون العرض والطلب ميزان الأسواق يعني نعم والميزان لما سئل عليه الصلاة والسلام قالوا له سعر لنا قال لهم إن الله هو المسعر يعني هذا هو القانون قانون العرض والطلب لما يكثر التهافت على السلع واقتناء هذه السلع بشكل مبالغ فيه إلى آخره معناه هناك طلب زائد وعرض ناقص ترتفع وتغلى الأسعار وهذا ليس في مصلحة أحد ليس في مصلحة أحد لأن حتى التاجر يجب يعرف باللي يفرح بارتفاع السعر في الأسبوع الأول ومن بعد راح تجيه مرحلة سيكون هناك انخفاض الأسعار لما الناس ما يقدروش يزيدوا يشروا ولا أو حتى التاجر نفسه يكون متضررا يربح هذاك السمانة فقط ولكن شوف لأن اللي حاب يربح طول العام ماهوش أسبوع لهذا الله تعالى أباح لنا أن نأكل وأن نشرب وكلوا واشربوا ولكن نهانا عن الإسراف وفي الحديث كلوا واشربوا والبسوا من غير مخيلة ولا إسراف نتمتع بالطيبات نعم لكن في حدود المشروع والمعقول واش من الفايده ان نشري انا يا 10 كيلو وانا راح ناكل رطل ما هي الفائده ان الامهات والاخوات يطبخن ذلك الالوان من الاطعمه والانواع المختلفه وراح ناكل القيمه وبعد خلاص والباقي يترمى مثلا هذا هو الاسراف لذلك كان الإسراف منهيا عنه وخاصة أنه لابد أن نتعلم أننا في مثل هذه المناسبات كرمضان ينبغي أن نترك هذاك اللهف هذاك وأن نكون معتدلين إنسان يشري واش يحتاج أنا محتاج رطل علاش ندي 4 كيلو ندي رطل تاعي وخلاص أنا مش نحتاج هذه الحاجة اليوم نحتاجها بعد يامات نخليك يجي وقتها ونروح وبالتالي تكون الأسواق مستقرة والأسعار عادية ولا يكون هذاك الضغط الكبير الذي يلهب الأسعار وهذا يكون فيه ضرر على فئة كبيرة في المجتمع من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط ما نقولوش حتى المتوسط يتأثر من مثل هذه المعاملات وبارك الله فيك جزاك الله كل خير دكتور موسى شكرا جزيلا يقول مولانا تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ويقول تعالى في اليتامى وابتلوا اليتامى حتى
حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقال في آية القتل لأهل المقتول: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولو تتبعنا لوجدنا الآيات كثيرة في موضوعات عديدة دكتور مشنان، وكذلك أحاديث السنة النبوية الشريفة التي جاءت دامة للإسراف، وكذلك ما جاء عن الصحابة الكرام في ذم الإسراف. نتناول الموضوع أكثر وأكثر من هذه الجوانب دكتور مشنان. شكرا الأستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة لكل متتبعي قناة القرآن الكريم، نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الإسراف لا خلاف في كونه مذموما، قال إلا في الخير، لأنه لا صرف في الخير. واللي مليح هو الوسط، لأنه يقول له ما من فضيلة إلا وهي وسط بين رذيلتين. إن نظرنا مثلا إلى الشجاعة فهي فضيلة وسطى بين التهور وبين الجبن. إذا نظرنا إلى الصرف فهو يقابل رذيلة أخرى، وبين الرذيلتين فضيلة. فهناك رذيلة التقتير والشح والبخل والإمساك، وفيه رذيلة الإسراف والتبذير، وبينهما هو الاقتصاد. وربنا عز وجل نهانا عن هذا وذاك وأمرنا بالوسط: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. نعم. ولهذا كانت الفضائل كلها مظهرا من مظاهر الحكمة، لأن الحكمة هي وضع الشيء في محله، فلا أنا أضع الشيء دونه ولا أضع الشيء فوقه. والحكمة هو أن توضع الأشياء في نصابها. وما من شك أن الإسراف مجانب للحكمة تماما، مجانب للحكمة تماما. والإسراف له آثاره على الفرد، له آثاره على المجتمع، له آثاره على التنمية، له آثاره على الأخلاق، له آثاره على البيوت. يمتد الآثار، تمتد إلى الشيء الكبير والكبير جدا. لأنه تصور فقط، لو كان نخطو شيء ربما لا يخطر ببالنا، لا أقول كلنا ولكن قد لا يخطر ببال كثير من الناس في قضية الإسراف. تصوروا مثلا هذا الإسراف في المواد الغذائية التي ترمى بعد ذلك. دعونا من أن هذا يؤدي إلى كثرة الطلب وقلة العرض وارتفاع الأسعار. دعونا في أنه يخل بالقدرة، وإن كان مهم بهذه ويخل بالقدرة الشرائية للمواطن، يسبب اختلالات في الاقتصاد، تولي فيه ربما طغيان لبعض المنتجات على منتجات أخرى. فيه خلل. ولكن تصوروا كنا ننظر إلى شيء فقط، كيف نسير نفايات الإسراف؟ نعم. كيف نسيرها؟ لأنه كم من الناس ترمي شحال من خبزة في النهار، كم من الناس يعني تقريبا أشياء مطهية طيبة هكذا وترمى، كم من الناس ترمي الخضر والفواكه هكذا. تصور يعني كل تلك الأشياء، وإحنا رأنا في الجزائر حوالي 42 مليون من الساكنة خصوصا في المدن الكبرى، من يجمع تلك النفايات؟ كم نحتاج من شاحنة ومن كذا من هذا؟ ماناش نحكيه على التبذير والقيمة الاقتصادية التي تقدر بالملايين بالملايير هذه المخلفات الآن فقط. ثم هاك جبت الآن السيارات التي كذا، وجمعت الموظفين، وهؤلاء كلهم تدفع لهم الأثمان وكذا إلى آخره. أين ترمي تلك النفايات؟ أين الآن؟ لأنه الآن أماكن رمي النفايات تحتاج إلى
تحتاج إلى تقنية، تحتاج إلى مراكز تجميع، تحتاج يعني كأنك تبني مصنع بأكمله باش تبني هذيك تاع الأماكن. فتصور يعني ماذا يصنع لنا هذا؟ طيب هذه من جهة. تصور الآن ماذا تصنع النفايات بالمحيط؟ تمشي في الشوارع فتجد النفايات مرمية والناس تتقزز من تلك المناظر، وإذا كان عندك سياحة السياحة تاعك تروح، إذا كان فيه ذوق لأنه إحنا أولادنا نربيهم على الذوق. تصور واحد يروح يصبح ربي يلقى النفايات والعشية يلقاها تضاعفت، وغد من ذاك الاستودري فأين يعني لاحظ هذه الجوانب، هي جوانب هامشية هنا ولكن تراكمها يصنع وضعية فيها خلل كبير. ولهذا ربي قال إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين، لأن الشياطين عنوانهم الإفساد في الأرض، والتبذير حقيقة من عناوين الإفساد في الأرض. طيب نعم، نحن نتحدث ربما عن الإسراف في الأكل والشرب، ولكن في إسراف في الكهرباء، فيه الآن تلقاه يعمل في مكتب والضوء كاهن، يعني الضوء الطبيعي موجود والنهار كامل ومشعل الكهرباء تاعو، وربما موظف في الليل العشية كي يخرج يخلي الكهرباء مشعولة ويبقى يشتغل 24 على 24 ساعة، ويحتاجها ربما إلى ساعة أو ساعتين، وربما قد لا يحتاجها في فصل الصيف. ولكن تصور أنه تشتعل يوما كاملا، من يدفع ذلك؟ هذه الكهرباء لم تأتي هكذا، هذه الكهرباء وراها مولدات، وراها مصانع، وراها تمييع الغاز هذاك اللي وراه يعني مهندسون، وراه تقنية كبيرة جدا باش توصل لك هذه الشرارة الكهربائية، ثم احنا نضيعها هكذا. فحقيقة يعني هذا التبذير، هذا الإسراف حقيقة مرض كبير جدا، مرض كبير جدا. حينما نجد القرآن الكريم، عادة يعني عادة القرآن الكريم أنه يعاف لما يكون شيء يذكره الشرع بتلك القطعية، معنى ذلك أنه مضر للإنسان في بداية وجوده، ومضر بالإنسان في نهاية وجوده، ومضر به خلال كل وجوده. هي تقريبا التحريم القاطع هو للأمور المضرة ضررا قاطعا. ولهذا فلما نقرأ احنا بعض الإحصاءات في عدد قطع الخبز التي رميت في رمضان الماضي، ملايين، التي وصلت إلى ملايين، وصلت إلى مئات الملايين. استمع، أعلم آخر رقم كان 10 مليون خبزة في اليوم. في اليوم؟ نعم. ولكن في الشهر؟ الشهر في 300 مليون خبزة. هذا هو، نعم. هذا هو، نحكيه على الشهر. هذه 300 خبزة. في تلاقينا خطرة في واحد الجمعية تاع من جمعيات التي تعنى بحماية المستهلك، قال لك هذا الضرر، هذا الإسراف في الخبز، قال لك هناك صرف آخر هو في المشروبات الغازية، قال لك أكثر من الخبز. الصرف في الفواكه والخضر والحلويات إلى غير ذلك، هذا صرف. طيب فيه صرف في الحركة، تلقى ناس تلقاه سيارة يمشي نهار كامل وكذا إلى آخره، يحرق هذاك البنزين ولا المازوت ويلوث البيئة، ربما يسبب في حوادث المرور، يسبب في تعطيل حركة المرور. هذا صرف ولا ما هو صرف؟ هذا كل بدد وقته وبدد بنزينه وضيع على الناس وقته وسبب في تلوث البيئة. حقيقة والله نحتاج إلى منظومة أخرى تجعل الإنسان يكتفي بما يحتاج. قالوا كفى، قالوا لقيمات يقمنا صلبه، خلاص يعني. وثم إنسان الجسم لا يمكن أن يتقبل أكثر مما يطيق، وأنت تشتري أكثر مما يطيق الجسم وأكثر مما تطيق أنت ماديا، ومن ثم فحقيقة محتاجون فعلا. ربما هذا الحديث الذي نتحدثه، نعم، سمعوا الأستاذ موسى حديث مناسب، نذكر أنفسنا بالله عز وجل، ولكن يحتاج في هذا الموضوع إلى أن يعالج معالجات أخرى تكون فيه في وسائل التواصل، في وسائل الإعلام المختلفة، إظهار إلى نسب التبذير. قال لما ترمي خبزة ماذا يكلف هذا
كليا لما ترمي قارورة المشروبات الغازية ماذا يكلف ذلك، فنديروا هذه الأشياء كامل. وطبعا في طرق أخرى في التسويق، يعني ينبغي أن نسوق لضرر الإسراف، وينبغي أن نسوق لفضيلة الاقتصاد من أجل أن يقارن الناس بأم أعينهم كما فعلت أمم. نحكي لك مثلا، يحكيونا وفي مستشفى من مستشفيات في الغرب في بلد أوروبي كبير يعني، فواحد طلب وجبة، يعني صارت ثقافة، طلب وجبة ولكن أكل منها قليلا والشيء الباقي خلاه. فيه مواطنة كبيرة في العمر شوية اعترضت عليه، قالت له يا سيدي لماذا؟ قال أنا دراهم نخلص وش إنه. قال وش راح لك يعني بالعقلية كذا؟ فقالت له لا، قالت له ماشي درهم، قالت له درهم، قالت له ولكن من يسير تلك النفايات؟ من يرمي كذا؟ من يتحمل هذه الأشياء؟ أنت ستأخذ مساحة في محيط أنا لي الحق فيه. ورفعت عليه دعوة قضائية وحكم عليه بالغرامة بالغرامة. والآن في بعض البلدان تسن في بعض المطاعم أن الإنسان اللي يطلب أكلا مثلا ويخلي يخلص هذاك الشيء اللي خلاه، يعني يدفع ثمنه أولا ثم إذا كش ما خلاه يزيد يدفع ثمنه مرة أخرى بشرط يكون طيب المذاق. يعني إذا كان غير طيب كيف هي؟ لا يدفع ثمنه مرتين، لأنه هو مرة كلاه ومعليش، ولكن مرة ثانية من يسير تلك النفاية؟ الشيء اللي تبقى نعم. فهو يدفع ثمن التخلص منه بعد ذلك. هذا الشيء هذا يخلي الناس بعد ذلك تفكر ألف مرة. ثقافة تنتشر. ثقافة نعم. ينبغي أن تنتشر. نعم. يتربى عليه الناس. فعلا من الصغر إلى الكبر. وفي الآن نحكيه على الأفراد، ولكن نحكيه أيضا على المؤسسات. مؤسسات. الآن لو كان مثلا دوك حنا نحكيه على الإسراف في البيوت، ولكن الآن أستاذ محمد الآن كان فيه الكثير من مطاعم الرحمة واللي يعني مطاعم السبيل وكذا إلى آخره. الآن هذا شيء جميل جدا، ولكن تلك المطاعم بالذات راهي ترمي الأشياء كثيرة، فينبغي أيضا أن الإنسان يحسب حساباته من أجل أن لا نفعل شيئا إيجابيا ثم يعقبه شيء سلبي بعد ذلك. ففيه عمل كبير جدا ينبغي أن يتم. نعم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور بشلان. عفوا. فيك شكرا لك دكتور موسى على بيان هذا الموضوع. ونبدأ مع المتصلين والمتصلات، ومعنا السيدة أم شفاء من ولاية يارت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا عندي شي أسئلة نستمع إليها إن شاء الله. السؤال الأول هو عندي الأم تاعي كيف صغيرة كنت مربيتها وحدة. إيه. ودات لها هي دات لها كانت ما تعرفش دات لها خاتم تاع ذهب، وهذيك السيده ما تضربك وهي باغيه تسلك روحها، كيفاش دير؟ هي عندها تعرف ثلاث شيرات يتامى باغيه تشري لهم منقوش تاع ذهب باش تعوض روح. وهذه الانسان اللي مات خلات ورثه معروف ما عندها ما عندهاش ماليها ما عندهاش. لا كيفاش دير؟ هي عندها تعرف ثلاث بنات يتامى باغيه تشري لهم حاجه ذهب باش تعوض هذاك خاتم بديه وهذيك الحاله. نعم. السؤال الثاني، ما حكم تناول الحبوب منع الحمل شهر كامل مع العلم ان الام مرضعه؟ شهر رمضان. واه شهر رمضان. قد مع العلم انها مرضعه. سيده ام شفاء. نعم طيب. الشق الثاني من السؤال، التناول مع حبوب منع الحمل ثم مع العلم مع الان اني مرضعه، انا حابه نصوم شهر كامل زي ما نقطع ناكل حبوب منع الحمل شهر كامل. مفهوم سؤال خويا؟ واضح ان شاء الله. واضح. صحيح خويا، يعطيكم الصحه. سلامة، شكرا جزيلا. مع السلامه ام شفاء. السيده رحيق من غليزان. الو. نعم رحيق من غليزان. نعم. الو. نعم. طيب لا نتواصل جيدا مع رحيق، لا تسمعنا. اذا نذكر بالارقام الهاتفيه 021 39 43 43 او 021 39 42 42.
من قسنطينة سيدة شهرة، مرحبا. السلام عليكم سيدي. مساء النور. اولا بارك الله فيكم على الحصه هذه اللي نفعتنا بها بزاف وكل شيء. شكرا جزيلا. تعيش خويا، انا حابه نسال الشيوخ، هل هذه التابعه هذه اللي يتكلموا عليها بزاف وكل شيء، هل هي حقيقه ولا خرافه؟ يعني كما قلتها، خاطر انا عندي حوايج بزاف نجي نديرهم وكلش ما يصحليش، كي سقسيت عليها وكلشي قالوا لي هذه التابعه ديك. طيب واضح ان شاء الله. يرحم والديكم وبارك الله فيك. والدينا والديك، بارك الله فيك سيده شهره. مع السلامه. من مستغانم معنا السيد عبد القادر. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفكم الشيوخ؟ مرحبا. السلام على الشيوخ. الله يسلمك. عندي سؤال شيخ. تفضل يا عبد القادر تفضل. قلت لك عندي الدار بالوضوء، ما دير راسها غير تمسح غير تدي وما تردش على راسها. هذه الزوجة؟ واه. وسؤال زاوج؟ نعم. شوف راحني. سأولا الفجر كي نصلوه؟ نصلوه بالفاتحة والسورة جهرا ولا سرا؟ ولا غير بالفاتحة؟ واضح. هذا هو السؤال وربي يجازيكم. آمين وإياك يا عبد القادر. شكرا جزيلا. مع السلامة. خليفي من مستغانم، نعم. كذلك سيد خليفي، نعم. مرحبا. مرحبا بخويا. مرحبا بخويا، تفضل. نسمع لسؤالك، تفضل. سيد خليفي تفضل، نحن في الاستماع للسؤال، تفضل. طيب الأخ خليفي، الرجاء عاود الاتصال أفضل، لأن المكان الذي أنت فيه ما فيش تغطية كافية للشبكة حتى نسمعك، فيرجى معاودة الاتصال. إلى ولاية المدينة. سيدة نعيمة تفضلي. ألو. ألو نعم. مساء الخير. مساء النور. واش راكم لاباس؟ بخير الحمد لله. يسلمك الاخ، حبيت عندي واحد شويه صعيب السؤال تاعي، معناها نشوفوا الشيوخ الراي تاعهم. خير ان شاء الله. انا عندي الاب تاعي مريض وشد عايش مع اختي في اكبر مني سنا، ومن اثناء كاع ما نشوفوش، جرامي نشوفوه، مشاكل عائليه، هي دوك مشاكل عائليه، وانا رحت عده مرات باش نشوفوه وطردتني من البيت. ما تشوفيهش المشاكل مشاكل مع اختك ولا مع باباك؟ حتى الاخوه تاعهم ثاني ما يشوفوش. حبيت نعرف في الدين تاعنا ما هو الحكم، كيفاش انا محسب انا البنت نتاعو الصغرى، حبيت محسب نروح ليه نشوفه، ما صبناش الحل كيفاش. طيب يعني اخوتكم هذه تمنع فيكم من رؤيه الوالد؟ الاخت تاعنا تمنعنا من شغل غلطه عليه، بالله عليه ما نشوفوش. طيب واضح ان شاء الله. فهمت سؤال الشيخ؟ هو يقدر يتحرك، يقدر ولا ما؟ ما يتحركش كاع البلاصه تاعو، هو مريض ما ديجا ما يعرفناش ثاني كي نروح ليه، فانا حبيت نزوره نشوفه مازالو حي. نعم. حبيت الشيوخه نفضلهم، انا سيرتو انا حبيت اعمل الحكم. جيت ربي درك كيفاش ندير؟ يعني مانيش نشوفه، ما مانع علينا، ما تفتحليش الباب انا كي نروح ليه. طيب واضح السؤال، واضح تماما يا سيدي، واضح. نعم. شكرا وربي يحفظكم. بالسلامة. ربي يعاونكم ان شاء الله. شكرا. وكل عام وانتم بخير. شكرا اخت نعيمه. شكرا. صح. الى قسنطينه معنا الاخ محمد. نعم. ألو. نعم يا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. مرحبا بكم، مرحبا بالشيوخ اللي قراوكم. الله يبارك فيك ووالدينا ووالديك ان شاء الله يا رب. اخويا عندي جريمه ركبتها في رمضان، عندها 70 سنه. خير ان شاء الله، خير يا محمد. مو عصيه. قضيت النهار هذاك الحاج.
نهار صمت ونهار كملت وزدت صمت. ودرت الكفارة تاعك؟ ما صمت. دوك نجاوبوك إن شاء الله. دوك نجاوبوك إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يوفقك بارك الله. الله يقبل التوبة إن شاء الله. رشيد من بيتنا ونجيب إن شاء الله. أخ رشيد نعم. سيد رشيد من بيتنا نعم. إذا نبدأ في الإجابة. دكتور مشتاق نبدأ معكم مع أم شفاء من ولاية يارت اللي تقول أن الأم كانت مربية طفلة وماتت وأخذت منها خاتما و انتفعت به، الآن تريد أن ترد هذا الحق، كيف ترده؟ نعم. يعني بالطريقة اللي ذكرتها وتتصدق اليتامى أو بشيء آخر؟ نعم. هو أنتم سألتوها أستاذ محمد هل نعم. هل عندها هذه ورثة؟ قالت لك ليست لها ورثة، نعم. ومن ثم ما كانش جهة هي بالذات عندها حق استحقاق هذاك الشيء، وتقدر الآن نعتبره كما كأنها لقطة بحرت فتتصدق عليها على السيده هذيك اللي خدت منها تشري لهذو اليتامى المحتاجات وتنويها صدقه عن هذيك المراه اللي خدت منها هادشي. واضح؟ فيمكن ان تفعل ذلك. نعم. ما دامت هؤلاء الفتيات اليتيمات المحتاجات. نعم. وتنويها صدقه، تنويها صدقه على هذيك السيده اللي خدت منها الذهب هذاك. نعم. وطبعا مع الاستغفار مع التوبه مع الندم واللجوء إلى الله عز وجل أن يتجاوز عن خطايانا، لأننا نحن ضعاف نخطئ والله عز وجل يرحمنا ويعفو عنا سبحانه وتعالى. عفاف من ولاية المسيلة نعم. أخت عفاف نعم. سيدة عفاف نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. نسمع السؤال. ما رأيك في الاستبقاء نتاع الشعر؟ نعم. طبقة نتاع الشعر حرام ولا حلال؟ الكحلة والفطرة والسعلة شكون اللي حرام معناها وشكون اللي جايبة؟ وهذه اللي تصبغ متزوجة مش متزوجة؟ متزوجة متزوجة وقول لي بلا زواج حكايتي، المهم تبقى بصفة عامة. نعم. حرام ولا حلال؟ قرين قالوا ناس تبقى كحلة حرام ولا الوان الأخرى حلال، مانيش عارفة أنا يا صاحبي. نعم. والسؤال الثاني انا يا راني كلمت قلت لي لو ما رضيتش عليا شنو هي الكذبه انتهى؟ انا قلت لكم راني مريضه وكذبوا لي ربي وقصدت انتهت الحصه ما جاوبتونيش انتهت الحصه. اذا انتهت الحصه فمعذره. ايه قلت لكم راني مريضه ونصف نصف تدعوا لي. الدعاء ان شاء الله ندعي لك في هذه الحصه ان شاء الله. والسامعين المشاهدين إن شاء الله يأمنوا على الدعاء وربي يشافيك ويعافيك إن شاء الله ربي يحفظك بالسلامة.